تعالوا نشوف أهم وأبرز الأحداث التي ستحدث اليوم بمشيئة المولى عز وجل. يمكن أهم هذه الأخبار أن الجامعة العربية هتحتفل بيوم البيئة العربي اللي هيتم تحت عنوان أو تحت شعار معا للتعافي الأخضر. كمان من بين المواجهات اللي هتكون موجودة النهاردة المواجهات الكروية، فريق الزمالك هيواجه فريق فلامبو البروندي في لقاء العودة بالدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا. بالتأكيد في أخبار تانية هنتابعها في هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتحتفل جامعة الدول العربية بيوم البيئة العربي، وتم اختيار موضوع الاحتفال السنة دي تحت عنوان معاً للتعافي الأخضر، وده لإلقاء الضوء على الجهود اللي بذلتها الدول العربية للتعافي من أثار جائحة كورونا، مع مراعاة الجوانب البيئية والتركيز على كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وعرض الممارسات الأفضل في هذا المجال للاستفادة منها في تبادل ونقل التجارب الناجحة. النهاردة هينقل التلفزيون المصري على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد التوحيد بكفر ميت فارس بمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية. والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كلف الدكتور أحمد شرف الدين إمام مسجد النصر الكبير بالمنصورة بإلقاء خطبة الجمعة بعنوان فضائل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة هيتوجه الفريق الوطني لكرة اليد للبحرين لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب البحرين أيام 14 و15 أكتوبر، وبتيجي المباريات الودية لمنتخبنا الوطني في إطار الاستعدادات لبطولة العالم في نسختها الـ 28 للرجال لكرة اليد اللي بتستضيفها بولندا والسويد في الفترة من 11 ولحد 29 يناير 2023. النهاردة لعشاء الكرة الإفريقية هيكون معادهم مع مباراة قوية في إطار لقاء العودة من تصفيات الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا، واللي بتجمع فريق الزمالك مع فلامبو البروندي الساعة 7 بالليل.